الحلقات العشرين من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية دراما رمضان كان فيها أحداث مشوقة، خصوصا في الكبير الجزء الثامن، وكمان الحلقات الخمسة من مسلسل بقينا اتنين لشريف منير وبدون سابق انذار لآسر ياسين. تعالوا مع بعض نتابع أهم أحداث حلقات امبارح. الحلقات العشرين والخمسة من مسلسلات الدراما الاجتماعية والكوميدية شهدت أحداث مشوقة. حلقة مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن شهدت طلب المأمور للكبير الحديث معه وبلغه إن المطاريد قريبين من المزاريطة وعلى الجميع توخي الحذر، ولو اشتبه في حد من رجالته يبلغ الشرطة فوراً. وسمعت مربوحة كلام جوني وطلبت منه قرد أونلاين لتسليتها عشان تضيع وقت فراغها معاه، لكن الأوردر جالها غوريلا بدل القرد وحاولت إخفائه قبل ما يكتشف الكبير فعلتها. اهدي، ده أنا لو جايبة الجبلاية بحالها مش هيبقى بالحجم ده. اهدى، ده أنت شكلك قرد جرود، شكلك كده شجي ونمرود. استنى، مستعجل على إيه؟ اختي نسناسة حلوة نسناسة. شهدت الحلقة 20 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي العديد من الأحداث، كان منها قطع الإنترنت عن منزل مختار أبو المجد من قبل شركة يحيى شاكر اللي بترغب في شراء المنزل لإجباره على البيع، لكنه بيتغلب على ده بالعودة لاستخدام التليفون الأرضي. أنا شفت الموبايل ده في موسوعة قبل كده. ده مش موبايل، ده بسلك. يا مخ، الحاجات دي بتلط من زمان قوي. معلش نرجعها. والشيء الغريب ده بقى بيشتغل ازاي؟ هاتي وانا اقول لك. حلو سؤالك. دي اسمها سماعه. ثانيه واحده. شهدت الحلقه الخامسه من مسلسل بدون سابق انذار قيام الطفل عمر بالمطالبه بالخروج من المستشفى بسبب كثره الادويه والعلاج اللي بيحصل عليه بسبب مرض سرطان الدم، وقامت عيشه بن احمد بمواساه عمر بانه فات الكتير وانه قريب هيغادر المستشفى. ووجد آسر ياسين والنجم عائشه بن احمد خيط جديد لمروان للبحث عن ابنه الحقيقي بعد ما وصل لسجلات حضانات الاطفال في الاسماعيليه في الفتره الزمنيه اللي بتتطلب البحث بين الاف الاطفال. وهيكون اتبدل فين؟ طب انت ابنك دخل الحضانه؟ قعد اسبوع. طيب يا جماعه، ما كده اتحلم. احنا لو جبنا كشوفات الحضانه القديمه اكيد هتلاقي ابنك فيه. طب واحنا ليه ما شفناش من الاول؟ بس الحضانه القديمه دي اتقفلت يجي من 4 سنين. طب ازاي ندور على الاسماء اللي فيها؟ اسماء ايه؟ دي كانت الحضانه الوحيده اللي موجوده في المحافظه. يعني انت علشان تلاقي ابنك محتاج تدور في مستشفيات المحافظه كلها. في الحلقة الخامسة من مسلسل فراولة قررت فراولة الحصول على الأحجار الكريمة من عم صلاح بالتقسيط وبيعها للعملاء كأنها جاية من الصين وإن هي بتحمل طاقة إيجابية. حاول مشير يقنع والد ووالدة صديقته خيرية أو جيلان علاء بإن البضاعة اتأخرت بسبب ميل المركب في عرض البحر، ولولا الطاقة الإيجابية اللي فيها كانت غرقت. كنت هتلاقي الأسعار كلها متعلقة. طب خليها عليك شوية وعليا شوية، وبعدين أنا طالبة طلبية كبيرة قوي، يعني تستاهل الهزة. صاحبتك دي شاطرة قوي، والنبي توصيها عليا عشان في الآخر هتطلعني مديون. يا عم صلاح، أنا كنت عاوز أوصيك أنت عليه. في الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين حالة من الغضب انتابت أدهم، وشهدت الحلقة انفجاره في وش الجميع بعد ما غادر زين الخطيب السابق لزوجته ياسمين بعد زيارته ليهم بعد العودة من السفر. أنا عايز أفهم إزاي الراجل ده يسمح لنفسه يجي هنا ومن غير ميعاد وبالطريقة دي؟ جرالك إيه يا أدهم؟ زين أخوها متربي معاها، وبعدين بقالهم مدة ما شافوش بعض، ده جاي من سفر. استني انت يا ماما ثانية واحدة بقى. توالت الأحداث خلال الحلقة 20 من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج. مصباح راح لمقابلة جلال أو رشدي الشامي، وقام رشدي الشامي بتهديده لإعادة النقود اللي سرقها من منزل صدفة. في البداية أنكر مصباح، لكن بسبب ضغط جلال عليه اعترف واتصل بوالدته بيبلغها إن حد هيجي لاستلام شنطة النقود اللي سابها عندها، لكنها قالت له إن الشرطة جت وأخدت الشنطة. والله العظيم ثلاثة يا مصباح، لو الشنطة ما جت لفرمك في خلاط الأسمنت وابني عليك عمارة. الفلوس جت هتمشي بأمان، الفلوس ما جتش يبقى أنت اللي عملت في نفسك يا غبي.